وللمزيد حول مؤتمر وزير الخارجية والهجرة ونظيره الدنماركي ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، يعني ترصد لنا أهم ما جاء بالمؤتمر الصحفي. نحييكم من مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير. منذ قليل كان المؤتمر الصحفي للسيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع وزير خارجية دولة الدنمارك السيد لارس لوك راسموسن، وتم التباحث حول عدد من الموضوعات، منها اعتبار أن مصر شريك استراتيجي لدولة الدنمارك. وتأتي هذه الزيارة في ظل الاستراتيجية التي أعلنت عنها الدنمارك مؤخرا فيما يخص تعزيز العلاقات والاستثمارات الدنماركية في القارة الإفريقية. وقال وزير خارجية الدنمارك أن الدنمارك أرادت ورغبت في أن تبدأ هذه الاستثمارات وهذه الزيارة بمصر باعتبارها شريك استراتيجي ومن أكبر الدول الإفريقية في المنطقة، وأكد أنه سيتم المزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة في مصر وخاصة في مجال اللوجستيات، ونتحدث هنا أيضا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. خلال المباحثات والتي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي انتهى منذ قليل، تم التطرق أيضا إلى قضايا إقليمية مثل الوضع في قطاع غزة، وأكد أيضا وزير خارجية الدنمارك على رفض الدنمارك والاتحاد الأوروبي للمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات، ونرى طبعا هذا في ظل التعنت الإسرائيلي من عدم إدخال المساعدات خاصة في ظل الاحتلال عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني. بالتالي كان هذا المؤتمر الصحفي للتأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف الإطلاق النار ما بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس، وأيضا كان هناك تأكيد على ما تقوم به جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف الإطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل أيضا إلى اتفاق لتبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين. في الإطار هنا أيضا في قصر التحرير ومقر وزارة الخارجية، من المقرر أن يكون هناك مباحثات بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع السيدة ييلفا يوهانسون وهي مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الداخلية والهجرة. يعقب هذه المباحثات مؤتمر صحفي، وأيضا من المقرر في الخامسة مساء أن يكون هناك مباحثات أخرى تجمع بين وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي مع نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد للتباحث حول مجمل العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. نتابع معكم هذه المباحثات القادمة والتي سوف تكون في غضون نحو ساعة من الآن. أشكرك جزيل الشكر أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري.